الباب التاسع والخمسون. باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للإعطاء. وعن أبي عبد الله الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان داود عليه السلام لا يأكل إلا من عمل يده. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا. رواه مسلم. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري.